جديدة Recording من in سلسلة progress. جديدة من سلسلة المحاضرات المجانية اللي احنا بنعملها بغرض نشر العلم وتوعية المهندسين سواء حديث التخرج أو يعني ذو الخبرة بالأحدث ما توصل إليه العلم، يعني أو أحدث البراكتسز والبيست براكتسز في مجال إدارة المشروعات in general. بقى لنا فترة بنتكلم في العقود وبنتكلم في التحكيم، ويمكن ابتدينا شوية في إدارة المشروعات في some sort of project management والcost control و some sort of planning برضو. لكن النهاردة بقى بنتميز بإن إحنا معانا محاضر معروف لناس كتير في المنطقة العربية، ومعروف أكتر كمان يمكن في الغرب في أمريكا وفي كندا، في سلسلة أظن إنها إن شاء الله هتبقى جديدة من نوعها، سواء من حيث التوبكس أو من حيث طريقة العرض. خلينا نقول إن سلسلة المحاضرات دي جزء من البروجرام اللي كنا أعلناه قبل كده عن البروجكت مانجمنت. كنا اتكلمنا على بروجرام متكامل في البروجكت مانجمنت يحتوي على كورسات للبلاننج والكوست والكونتراكتس، سواء البوست أوورد أو البري أوورد، على الكوست استيميشن، على الباور بي أي، على البريمافيرا، بحيث انه يبقى وجبه متكامله لكل اللي حابب انه يدخل في مجال اداره المشروعات او الكنترولز بشكل كبير. كنا ابتدينا محاضرات مع مهندس فوزي حراز، وابتدينا مع دكتور عمر سليم، والنهارده بنبتدي مع ثالث العمالقه او يعني ثالث اهل العلم في هذا المجال، دكتور صالح مبارك. دكتور صالح مبارك له معانا مجموعة كبيرة من الكورسات، قلنا نبدأها بمجموعة من المحاضرات المجانية يعني لنشر علم دكتور صالح وسط المنطقة العربية أو وسط الجمهور العربي، لأن دكتور صالح له مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات يمكن في مجال إدارة المشروعات لكن باللغة الإنجليزية. النهاردة بنبدأ حاجة جديدة، إن احنا بنبدأ باللغة العربية في المنطقة العربية. يمكن ده نظرة سريعة كده على الكورسز اللي كنا بنتكلم عليها أو على البروجرام المتكامل اللي كنا بنتكلم عليه. هيبقى فيه ريسك، وهيبقى فيه كوست استيميشن، وهيبقى فيه باور بي أي ودلي أناليسز، وهنتكلم على مايكروسوفت بروجكت والبريمافير. خليني أبدأ وأقول إحنا السلسلة دي الغرض منها إيه. السلسلة دي الغرض منها إن إحنا نتكلم على البلاننج والكنترولز إن جنرال يعني بفكر جديد. أنا شايف في ناس بتشتكي من الصوت، هل الصوت كويس ولا لأ؟ أستأذنكم يعني اللي الصوت عنده كويس يكتب 7 أو 8 في الشات، لأن أنا شايف 5 6 بيشتكوا، فمش عارف بقى طبعا الأغلبية هنا هتحكم. إحنا عدينا ال200 تقريبا، فخلينا نشوف. طيب خلاص كده يبقى الصوت مظبوط الحمد لله. طيب بنبدأ سلسلة جديدة في مجال البلاننج ومعاها الكوست كنترول والكوست استيميشن. بنتكلم على البلاننج والسكيدولينج والفرق ما بين البلاننج والسكيدولينج. لما تذهب إلى الأذر سايد أوف ذا أوف ذا أوف ذا إيرث أو أوف ذا بلانيت، لما تروح أمريكا أو قارة أمريكا الشمالية بمفهومها الواسع، ممكن أمريكا وكندا، هتلاقيهم هناك بيتكلموا على حاجة اسمها سكيدولينج مش بلاننج. لو رحت عرفت نفسك إن أنت بلاننج إنجينير، ممكن الناس تبقاش فاهمة أنت بتعمل إيه أصلاً، لكن لو اتكلمت على السكيدولينج الناس ممكن تبدا تستوعب. وهل يا ترى في فرق ولا مفيش فرق؟ هنعرف الكلام ده كله. طيب سلسله المحاضرات دي هتتكلم عن ايه او ايه المنهجيه اللي هتمشي فيها؟ خلينا نسرد سريعا التوبكس اللي احنا هنتكلم فيها عشان يبقى المهندسين عارفين معانا احنا بنتكلم عليه. طيب البوينتس السريعه اللي هنتكلم فيها على وات از بلاننج والبلاننج فيرسس سكيدولينج، هل في فرق ما بينهم ولا لا؟ هنتكلم على البروجكت سكيدولينج فور بيجنرز، هنتكلم على linear scheduling method، بعض الناس بيسموها line of balance او linear scheduling however التسميه ايه، هنتكلم عنها باذن الله. هنتكلم على schedule risk management، هنتكلم على optimum scheduling how does it work، introduction to construction cost estimating، ودكتور صالح له كتاب قوي جدا في الكوست estimation من الاعمده الاساسيه للكوست estimation في امريكا الشماليه. Direct versus indirect expenses in construction projects, adjusting prices, contractors cash flow, approximate estimating, more than this بإذن الله. دي يعني مواضيع رؤوس أقلام زي ما بيقولوا أو points سريعة، لكن هيبقى لنا تفاصيل أكتر من كده. طيب خلينا نعمل briefing على المحاضر بتاعنا النهاردة دكتور صالح مبارك.
انا شايف دكتور اشرف سالم معانا من امريكا برضو، ومعانا دكتور مهندس حسين القاضي، ويعني قامات كتيره حاضره معانا، نرحب بيهم كلهم ونتشرف بوجودهم معانا. واسمحوا يعني سامحوني لو انا مش قادر اشوف كل الحضور، لان احنا عدينا ال 200 بشويه. فيعني دي الاسماء السريعه اللي انا لمحتها. طيب خلينا نبدا نعمل تعريف سريع بدكتور صالح. دكتور صالح حاصل على يعني خليني بقى اعرف الدكتور صالح بالانجليزي معلش، لان السي في كله انجليزي. ف دكتور صالح جاد ذا بي اتش دي ان سيفل انجينيرنج من كليمسون يونيفرستي، اند جاد ذا ام اس سي ان سيفل انجينيرنج اوهايو يونيفرستي، اند ذا بي اس سي فروم تراي ستيت يونيفرستي. He has an experience over 30 years of diversified experience, independent consultant with a focus on training and professional seminars in topics such as construction planning and scheduling, project control and cost estimating. مهندس عمر سليم، استأذنك لو تساعدني في السماح للدخول للناس، لأن العدد أكبر من الـ expected. Independent consultant with a focus on training and professional seminars in topics such as construction planning and scheduling, project control and cost estimating management, and soft skills. Also consulting includes schedule preparation and analysis, as well as other project scheduling issues. Academics, currently adjunct professor at the University of South Florida, held full-time faculty position at a number of universities such as Qatar University, Georgia, Southern University, and other. In addition, served as a head of the Department of Qatar University, conducted research and community service. Industrial, worked in a wide variety of construction projects in the United States and other, both in the private and public sectors. Positions included project manager, engineer, project controls manager, planner, schedule, cost estimator, structural designer, and civil engineer. Also served as a training and development manager. Other activities: public speaker in many regional and international conferences on a variety of technical and non-technical topics. Served as a member of the BMI committee that wrote the first exam for the Certified Professional Schedulers, BMI SP, in 2007. Established or participated in the creation of many project management systems and training programs. A competent Toastmaster and an advocate of healthy and balanced lifestyle. عايز اقول ان دكتور صالح مش بس محاضر في مجال البلاننج والكوست، لكن محاضر في مجموعه كبيره من السوفت سكيلز، يمكن لو اتيح لنا الوقت ان شاء الله نتكلم عنها. He's a speaker, writer and trainer and excellent communication and teaching skills. Have special skills to energize and entertain audience while providing valuable knowledge. يعني ان شاء الله مش هنزهق في المحاضرات وهنكون مستمتعين. Served twice as a president of the County Center Toastmaster Club. Also wrote many articles in local and national newspapers and magazines and had many TV appearances. Books, How to Estimate with RS Means Data, Basic Skills for Building Construction, 5th edition. Construction Project Scheduling and Control, A comprehensive book on CBM scheduling and project control, 4th edition. وده يمكن من اشهر الكتب الخاصه بدكتور صالح مبارك في المنطقه العربيه او وورلد وايد. وهناك كتاب اخر اللي قلنا عليه الـ RS Means Data، كتاب مشهور جدا لكن يمكن خارج المنطقه العربيه. انا مش عايز اخد كتير من وقت الدكتور، لان المحاضره النهارده نص ساعه عشان تبقى مركزه قوي. احنا برضو تنويه عام ان احنا دي سلسله محاضرات وليس محاضره واحده. ده مش كورس واحد، هي مجموعة كبيرة من الكورسات أو من المحاضرات بإذن الله هتكون معانا. هنبدأها بالنهاردة نص ساعة، والميعاد ثابت بإذن الله إن أحيانا الله كل يوم أربع الساعة 6:30 في نفس التوقيت، فاللي حضر النهاردة يواظب على الحضور كل يوم أربع الساعة 6:30 بإذن الله. اتفضل يا دكتور، المايك مع حضرتك. وهيبقى في بعد ما الدكتور يبدا او ينتهي من الشرح هيبقى في ديسكشن ربع ساعه سريع باذن الله للي حابب انه يتواصل مع الدكتور. اتفضل يا دكتور. طيب السلام عليكم ورحمه الله ومساء الخير للجميع. يمكن انتم عندكم مساء، انا عندي الساعه 11:45 دقيقه قبل الظهر. Just a disclaimer to those who don't, because I saw
in the chat box, somebody said English, please. All the slides are in English, but the lecture will be in Arabic. يعني النهاردة الأرض بتتكلم عربي مش كده؟ فأتكلم عربي معاكم، ويعني أنا لي شغف باللغة العربية ومحبة للإخوة المصريين، وعندي حزورة إنه أنا شهادتي الابتدائية مصرية لكن مش من مصر. نعم، شهادتي الابتدائية من الخرطوم لكن من البعثة المصرية. الله يبارك فيكم. طيب let's start. أنا مش عايز أطيع، أنا 30 دقيقة، يعني الربع ساعة بتاعتك يا باشمهندس مش محسوبة مني. طبعاً يا فندم، طبعاً. طيب let me share. Please allow me to share the screen لأنه مش هنا. لحظة I am sharing. okay sharing. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حتكلم الحقيقة يعني ببعض أشياء أساسية، ربما تقولوا طب ما احنا عارفين الكلام ده. معلش، هي أولا يعني وذكر، ثانيا يعني حتى نكون كلنا on the same wave on the same page، لأنه أحيانا أنا الحقيقة اللي وجدته في خلال شغلي، لما أول مرة أخذ شغل خارج أمريكا في 2008 لما رحت قطر، كنا نشتغل في مشروع في 35 جنسية من العالم. طبعا الإنجليزي كان اللغة الأساسية، لكن في عندك إنجليزي من بريطاني وإيرلندي وأسترالي ونيوزيلندي وساث أفريكان. فأي فاوند أوت ذات إنجلش إز نوت إنجلش، اللي هو بيقوله غير اللي أنا بفهمه. فيعني this is the main thrust of my lecture today، إنه نكون كلنا على نفس وأنا اخترت الصورة دي عمدا، لأنه قعدت أفكر أحط صورة من البلد دي ولا البلد دي، قلت أحط صورة مش عارفين دي من فين، كلها حديد وخشب وأسمنت. طيب what is project management؟ طبعا ده التعريف بتاع Project Management Institute PMI. It's the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements accomplished through the appropriate application and integration of the project management processes identified for the project, اللي هم الانيشيشن، planning، طبعا planning هنا مش scheduling، التخطيط، الإعداد للمشروع، execution، monitoring and controlling the one phase and closing. Project management enables organizations to execute projects effectively and efficiently. وده مأخود من البينبوك. اللي ما يعرفش البينبوك هو البروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، اللي هو الكتاب الرسمي بتاع البي ام اي، وانا من اعضاء البي ام اي من زمان حوالي 30 سنه، انما لي يعني بعض التحفظات على البي ام اي، واهمها انه البي ام اي بدا من زمان بمجموعه من المهندسين المدنيين والمعماريين، بعدين اختطف معلش الكلمه دي قاسيه شوي، اختطف بجماعه الاي تي والفارماسيوتيكال والمش عارف ايه. فتروح دلوقتي، انا رحت كذا مؤتمر البي ام اي، تلاقي انه احنا اللي اسسنا المنظمه دي بتوع الكونستراكشن وبتوع الانجينيرنج، بقينا بقى ايه الاقليه. بس معلش، لذلك يعني هي دي مش المشكله انه كل السبيكس بتاع البي ام اي تميعت water down. ليه؟ عشان تستوعب الناس كلها. طب ما هي لما بنتكلم عن المشاريع بتاع الاي تي مختلفة كليا، يعني الريسكس ومش عارف ايه. فانا يعني بيقولوا لي انت بتدرس بي ام بي، بقول لهم لا، انا بدرس project management للconstruction، انا عايز شيء مركز على الconstruction. طيب فهنا نقطة مهمة جدا، Project Management is an experimental empirical science. الحقيقة ما فيش وقت أن أشرح الفرق بين experimental science والempirical science، إنما كله علوم تجريبية. يعني it's not exact science. يعني إيه؟ يعني يمكن لنفس المسألة لها عدة أجوبة وكلها صح، وما تقدرش تقول لا أنا صح وأنت خطأ يعني مثلا. فبتعتمد على إيه؟ Observations, trial and error, experts' opinions. طبعا لما تقول اكسبرس اوبينيون، في عندنا 50 مليون اوبينيون، لكن من 50 مليون بقى تلاقي بقى تنتقي النخبه منهم عشان تاخد يعني اراء جيده منهم. In many issues there is no unique way to doing things. However, there are always guidelines and standards set by successful individuals and organizations. يعني انا لسه بحترم جدا البي ام اي لانه عندهم
بيعتمدوا على العلم الجماعي. يعني في كتير من الأمور اللي هي بيقعدوا بيناقشوا فيها موضوع سواء الـ PMI أو الـ AACE المنظمة دي. There's no such thing as one size fits all. يعني ما تقدرش تقول الحل ده مثالي للكل. لا لا لا، نفع في ده كان حل مثالي في مشروع معين، يمكن الحل المثالي في مشروع آخر مختلف وغالبا مختلف. طيب الكونستراكشن مانجمنت برضو هنا بيستعملوها لما تروح المشروع تقول مين البروجكت مانجر، هتلاقي في اثنين هيقول لك انا البروجكت مانجر وانا البروجكت مانجمنت، هم دول مين. طيب في عندك المانجمنت اوف ذا كونستراكشن اوبريشنز ريبريزنتينج ذا بارتي ريسبونسبل فور كونستراكشن ورك، اللي بيعملوا الورك اللي مين، اللي هو الجنرال كونتراكتور، ده هو الـ 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 يعني اللي بيعملوا الريل كونستراكشن مانجمنت، لانه هم اللي بيعملوها بايديهم. وهو هيكون البروجكت مانجر، الريل بروجكت مانجر هو اللي ريبريزنتينج الجنرال كونتراكتور. في نوع اخر برضو انا مارسته اللي هو ممثل عن المالك الكلاينت، برضو الممثل عن المالك بقعد هناك، ممكن أسمي نفسي project manager. وإحنا كنا اشتغلت في الحكومة هنا في أمريكا، حكومة الكاونتي government 6 سنين، كان عندنا حوالي عدد كبير من project managers، وأنا كنت project controls manager. كلهم اسمهم project managers but from the owner's perspective. طبعا الowner عنده 3 خيارات لمراقبة المشروع، إما يحط شخص ممثل لي هو اللي قاعد وبيراقب، أو إنه to hire the design team، الشركة اللي صممت هم عارفين التصميم فهم يعني يقدروا يشوفوا، أو أجيب لو في المشاريع الكبيرة أجيب third party شركة متخصصة في project management. وقبل ما نبدأ أنا بحب السلايد دي، إنه the domain of knowledge المعرفة بشكل عام لها يعني wide spectrum. فإذا رحنا من أقصى اليمين عندي هنا إنه السبجكتيف اللي كلها opinion، ما فيش facts، أنا رأيي كده وأنا رأيي، many answers to the same question none is wrong. يعني زي إيه الأرت، طب تبص كده على لوحة كلها ملخبطة لبيكاسو تقول لي والله رائعة، أو لا ده أقول لك ده والله مش هشتريها بسنت. فما تقدرش تقول لي يعني واحد لابس قميص أزرق على بنطلون مش عارف إيه برتقاني، واحد يقول لي ده حلو جدا. There is no opinion. There is no fact هنا. ما تقدرش تقول لي غلط. ده opinion. على الجانب الآخر there are objective sciences. There are facts. There are no opinions. ما تقدرش تقول لي 7+7 أنا برأيي 20. لا ما فيش رأيك هنا. 7+7 14. في الكيمستري مثلا تخلط المادة دي في المادة دي بيطلع لك، ما تقوليش أنا في رأيي، يعني there's no opinion here. Every question has a unique answer. بس طب إحنا فين البروجيكت مانجمنت؟ إحنا في النص، إحنا في النص، يعني في كده وكده بين كده وكده. وأنا تصوري إنه الإنجينيرينج في ناس بتشخبط يا أخ محمد فريد. أنا طيب هقول لحضرتك تقفل الكلام ده منين، من السيكوريتي تحت هيبقى ظاهر عند حركة السيكوريتي، هاك تقدر تكلوز البارتيسيبنت اكتيفيتيز عند حضرتك باينة ولا سسبند بارتيسيبنت اكتيفيتيز او الشير سكرين كمان حضرتك تقدر تشوفها دكتور صالح. لحظة واحدة هاك افتح المايك يا دكتور. بتاري حطيت لي ميوت، انا مش داري. معلش انا هقول لحضرتك مسموع كلامي دلوقتي؟ مسموع كلام حضرتك. خلاص انا كده اخ محمد حاجة تاني حضرتك شير تاني يا دكتور حضرتك سامعني؟ كلامي مسموع. ايوه معلش انا كان سامع حضرتك حركة نعم. الكاميرا أيوة نعم نعم يبدو إنه لما عملت الخطوة دي السيكوريتي حضرتك شير سكرين ومعلش في أوبشن هيظهر تاني إن شير الستوب البارتيسيبنت في الشير سكرين المفروض يكون طيب. ظهر دلوقتي في السيكوريتي سسبند بارتيسيبنت أنا بحطيت سسبند بارتيسيبنت هتلاقي له علاقة بالشير سكرين هتلاقي الأوبشن بيقول ستوب بارتيسيبنت إن شير سكرين ظاهر طيب. لحضرتك لا بارتيسيبنت لا ريمو لا والله طب خلينا يعني ان شاء الله وانا هعرف يعني طيب صرف. طيب فانا تصوري انه في السكرين دي اظن الكل شايفها يعني حاليا الانجينيرينج
يعني في حتة بين النص أقرب لليسار اللي هو الأوبجيكتيف، لأنه عندنا كده معادلات وعندنا، لكن ممكن يكون في نواحي معينة فيها أوبينيون، والأركيتكتشر أقرب إلى الآرتس. فيعني السلايد دي قصدت فيها إيه؟ إنه أحيانا نختلف في الرأي، معلش مش بالضرورة أنا غلطان ولا أنت غلطان، لكن اختلاف الرأي حلو في بعض المواضع، لكن ما تقدرش في كل المواضع إنك تقول ده رأيي، لأنه في مواضع ليس فيها مجال. طيب، we live in a small world. small وحطيتها كده، يعني هو العالم بيصغر ليه؟ لأنه الكوميونيكيشنز بقت سهلة جدا. diversity is the norm، يعني اختلاف اللهجة والبادي لانجويج والكل ده شيء طبيعي، ولازم الانتباه دي، لأنه تؤدي إلى يعني مواقف أحيانا يعني فظيعة، وأحيانا محرجة، وأحيانا مضحكة، وأحيانا يعني أنا لسه فاكر موقف الأخ حكى لي، أخ مصري كان مقيم في لندن وكان جديد نسبيا على الثقافة الغربية، ف راجع من الشغل ما عندوش عربية، فصاحبه يعني أو زميله بريطاني قال له أنا أوصلك، فلما وصله كانت الساعة تقريبا نص، يعني الساعة 11 في الليل، وصاحبنا المصري ده تعبان وهل كان وعايز يروح ينام، فحس بالريحية العربية بيقول له ما تتفضل تشرب شاي، فالصاحب الإنجليزي طفل العربية وقال له طيب ونزل معاه على طول، فده قال يا يعني خرابي أنا يعني ما قصدتش. ف sometimes ال difference in culture بيؤدي إلى المشكلة، إنه لما نكون نحن في مشروع وأنت تقول لي شيء وأنا أفهم عليك شيء تاني، دي ممكن تكون كارثة. وأنا قلت هنا English is not English، ده مش بس يعني أنت عارف في بعض الكلمات الكالر والأنر والمش عارف إيه بالإنجليز بيحطوا لها يو، إحنا الأمريكان ما بنحطش وكذا، والبروجرام بيكتبوها دبل إم إي، إحنا بنشيل آخر حرفين إلى آخره، بس والبرونانسيشن سكيدجول ولا شيدجول، بس الفاريشن في حتى انا مره سمعت بيقول لك شاترز، او له ايه الشاترز دول، اتاري هو قصده ايه الفورم ورك. طب انا عمري ما سمعت الكلمه دي في امريكا. الديت فورمات، احنا الامريكان بنكتب الديت الشهر اليوم السنه، العالم كله بيكتبوا اليوم الشهر السنه، يعني العالم كله غلطان واحنا صح على فكره. جست ساركاستيكلي بقول. طيب الجالون، الجالون كم؟ يعني احيانا بتقول لي جبت الجالون المتريك 5 لترات، والجالون الامريكي 3.78 التن، هل هو التن المتري ولا الى اخره، فلازم احنا نكون عارفين. طبعا معظمكم شاف الجولدن تريانجل، الله يا اخي، في لابد ان الناس كده للاسف تعاكس، فانا نعم لا حاضر حاضر لحظه واحده. نعم طيب التراينجل ده يمكن أكثركم شافه، اللي هو الناس بيسموها objectives، أنا ما بسميهاش objectives، أنا بسميه اللي في النص ده الobjective، ده السكوب، ده اللي عايزين عمارة بست دوار بسعة كذا بمواصفات كذا. بعدين عندنا الكواليتي، الكواليتي is not a measure of goodness، لا الكواليتي is conformance to specifications. يعني لو ما تقول لي أنا عايز الحنفية من النوع ده تحددها، والحنفية دي عندها عمر افتراضي 5 سنوات وبعد 6 سنوات تبوظ، هل هي low quality؟ لا، أنا تقيدت أنت يا client يا owner قلت لي النوع ده وأنا تقيدت وركبتها مظبوط، أنت اخترت نوع مش أعلى نوع، ده مشكلتك، فأنا كمقاول تقيدت بالspecifications. نعم، وفي عندك schedule والcost، فكلهم متعلقين ببعض، إذا غيرت واحد I will impact the others for sure. أنا بفضل بسميهم كده، إنه عندك project scope وعندك الثلاثة الأساسيين constraints، بسميهم constraints الأساسيين cost وschedule quality، وفي بعدين عندك constraints الثانية safety والenvironmental والpublic relations وكذا وكذا إلى آخره. طيب خلينا نبدأ بسرعة planning. إيه هو planning؟ ده تعريفي أنا، is the comprehensive process of حاجتين، thinking of and preparing for شيئين مختلفين، thinking of التفكير والpreparing العمل for the activities and actions needed to complete a project. It includes but not limited to defining scope and constraints, performing feasibility studies. في ناس
لما تسمع كلمة feasibility بتفكر بس بالفلوس، لا، feasibility تشمل الفاينانشال، الليجل، الانفايرمنتال، كل شيء يعني لأجل الإعداد. comparing alternatives, alternative designs and alternative execution methods, preparing plans for execution. كل ده. It can and must be performed by all project parties, particularly the owner, خاصة المالك والcontractor. Planning starts with what حنعمل إيه, where, defining the scope, why not, explanation ليه, how much budget, how long time, within all the constraints, who, مين حامل الشغلانة دي, how, who, كل ده في البلان. وفي حاجة بنسميها البروجكت مانجمنت بلان. أنا عندي الشمس أحيانا بتيجي وبتروح. البروجكت مانجمنت بلان, ومش عايزين نختصرها اس بي ام بي لأنه بي ام بي محجوزة للبروجكت مانجمنت بروفيشنال وهو سيرتيفيكيشن. فالبلان is a document that describes how the project will be executed, monitored and controlled and closed. برضو تعريف البينبوك. The plan represents the roadmap, الطريقة يعني اللي that shows how the owner intends to execute the project. It has to be dynamic, expandable and adjustable as needed, لأنه أحيانا بنضطر إحنا أثناء الإكسكيوشن أنه نعمل فيها تعديل, فلازم تكون dynamic وflexible نوعا ما. It's a point of reference for measuring progress. طيب the plan can take يعني several forms and sizes depending on the purpose of the plan. نقدمها للمالك ولا عشان نحن, والتايمينج والتايمينج اللي هو available information. يمكن أنا لو عملتها بدري قوي لسه ما عنديش detail schedule, ما عنديش detail budget, ما عنديش detail design, فممكن تتطور مع تطور وصول المعلومات. Who owns the plan? في بلان للأونر وفي بلان للكونتراكتور, كل واحد عنده بلان, في overlap بينهم بس كل واحد من his own perspective. طيب شوية ننتقل إلى planning by the client أو الأونر. أنا يعني الحقيقة في فرق ممكن نشرحه في محاضرة قادمة, إيه الفرق بين الكلاينت والأونر. طيب أنا حقول أونر دلوقتي. يعني planning is extremely important. في مثل في أمريكا للنجارين بس بقى للكل, measure twice and cut once, لأنك لما تقص الخشبة خلاص يبقى too late. لا أنا غلط, قصتها ناقص سنتي, لا يبقى ترميها. فلذلك measure twice. I don't have, لما تسمع owner بيقول لك I don't have time for planning, تعرف ايه هو ده اللي بحاجة planning, تقول له لا انت. فدي مشكلة انه كتير منهم, هقول لك ليه. The earlier you plan the better the execution will be. It will be faster, less cost, smoother and with less headache, less conflicts. ايه المشكله مع بعض الاونرز؟ ومع احترامي للجميع انا لا اقصد يعني الاهانه لاي واحد. اولا anxious to start the execution, عايز يشوف المشروع, زي الطفل اللي تقول له هشتري لك عجله يعني انا عايز اشوفها. طب أنا طلبتها على أمازون حتوصل بعد يومين. لا 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 أنا عايزها دلوقت. طيب an appreciative of intellectual effort, وأنا ده للأسف ده شائع في الوطن العربي. إحنا we value الحاجات الماتيرياليستيك, الرخام, البلاط, المش عارف إيه, الخشب, لكن we don't value opinion. أنا أدفع له $200 على الساعة, لا 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 أنا أجيب واحد ابن عمي يعرف. فللأسف ما يعني we don't value intellectual effort. التالتة high authority owner with no or little technical knowledge. فللأسف كتير من الأونر ما عندهمش technical knowledge, بيعمل decisions, wrong decisions without consulting with, ليه؟ لأنه عنده authority. حد منكم شاف يعني هو صحيح لكن بنستعمله للضحك, Dunning-Kruger effect. ده الدانينج-كروجر إفكت, لما يكون الواحد ما عندوش أي علم أي معلومات بيبقى واثق في المية مية, قاعد كده اتنين قاعدين بيشربوا شاي وبيلعبوا طاولة في قهوة كده, يعني ما عندهمش ابتدائية, بيقول لك بيتناقشوا على الصواريخ النووية بتاعت نورث كوريا, مش عارف. لا ده أنا عارف, اسمع مني أنا. فللأسف ده الحقيقة إنه كتير مننا بيكون جاهل في موضوع تماما تماما, وبيقول لك لا لا ده مية في المية.
لما يبدأ ياخذ المعلومات الحقيقية، شوف الثقة الكونفيدنس بتنزل بتهوي كده، لغاية ما بعدين بقى يبدأ يتعلم ويتعلم ويفهم ويبقى اكسبرت. شوف الاكسبرت بقى ايه الثقة بتاعته، وصل 80% الى اخره، يعني صعب جدا انها توصل 100%. لانه ايه؟ لانه متعلم. Project planning, most importantly project planning must help the owner make the decision انه هعمل مشروع ولا ما اعملوش، لانه كتير منها مرتبط بالعائد الاقتصادي بتاعها. Better and more efficient execution of the project، ده بيساعد برضو انه اعمل plan عشان better execution. الاونر ضروري يعمل الدو ديليجنس اللي هو بنسميه يعني يعني اكسبلورينج انه ممكن كذا وكذا قبل ما اوقع العقد. مشكله الكثير من الاونرز انه بيوقع العقد وبعدين بيقول لك انا عايز، يا ابني انت ما وقعت العقد، يعني انت يو لوكت يور سيلف ان ا تايب اوف كونتراكت قبل ما توقع العقد. ممكن نعمل البروفورما. البروفورما هي دراسه الجدوى الاقتصاديه. ولو حد منكم تسائل ما هو المار، MARR minimum attractive rate of return، ده بيعلموه في الاقتصاد. انا كنت برضو بدرس engineering economy، فبيقول لك انا ممكن عندي الفلوس محطوطه وبتعمل 6%، لو المشروع ده بيجيب لي 7% على الاقل اللي هو minimum attractive rate of return حامله، والا ما فيش داعي مثلا. طيب ضروري ينظر الاونر الى التوتال لايف سايكل، مش بس الاب فرونت كوست اللي هدفعها في البدايه. الكيرف ده بحبه جدا، وانا دايما احطه في معظم المحاضرات. ده بالنسبه للاونر ability to influence the change بتتنازل مع الزمن. يعني لما تكون في البدايه انا ممكن اغير اي شيء، مع الديزاين اغيرها لكن بكلفه شويه. شوف الكوست اوف تشينج بالعكس تتصاعد مع يعني المشروع لما يمشي. failure to prepare is preparing to fail. ده مثال، وانا شايف الوقت داهمنا شويه بس هحاول استعجل شويه، انه لو انت كاونر عايز تغير الابواب في مبنى، التيبيكال عندنا في امريكا 2 feet 8 inches، عايز لا انا عايز بتوع 3 feet، يعني اعرض ب 4 انش. طيب انا حطيت كده 6 سيناريوز، كلفه التغيير لو at the start of the design، لسه الديزاين ما اتعملش، يبقى الكلفه زيرو. انا مش بتكلم على كلفه الابواب، كلفه التغيير بعدين بعد الديزاين بعد مش عارف كذا وكذا. تصور انت هنط للسيناريو السادس بعد ما الابواب اللي هي 2 feet 8 inches اتركبت ودهنت وحطيت لها الهاردوير كله، لا انا عايز، يبقى ده يعني كلفة هائلة جدا، وحوسع الفتحة لانه الابواب الجديدة اوسع. فالمثال ده ليه؟ عشان كل ما عملنا التشينج بدري اكتر كل ما كان افضل. بس ده يعني ايه؟ البلانينج تعرف انت عايز ايه، البادجت بتاعتك ايه. why early sometimes time is very, دايما في competition بين ال cost والscope وال schedule. عايزه أسرع؟ طب ممكن، لكن تدفع زيادة، هل الزيادة دي مبررة؟ يمكن ويمكن لا. فحنط ده all of the above has an impact. tap and content طيب كله على الcontract، على type and content language of the contract، حتى مو بس نوع العقد، برضو language في العقد نفسه، انه احط liquidate damages ولا ما احطش، حط مثلا rewards ولا كذا الى اخره. كل ده delivery method، هل هي traditional ولا احط design build سوا كله، هل نعمل fast tracking للproject ولا لا. طيب المشكلة في كتير من الowners انه في مثل في امريكا، معلش يعني اعذروني، هو المثل في الكحوليات، بس يعني بيقول لك this guy has a beer budget and a champagne taste. يعني هو بيحب الشامبين الغاليه لكن ما عندوش بادجت غير البيره الرخيصه. فانا النيد بتاعي التراك دي، اللي بحلم فيه التراك دي مرسيدس، لكن
الفلوس بتاعي ما تكفيش الا لل، طب اعمل ايه؟ طبعا على قد لحافك مد رجليك. طيب ننتقل دلوقتي للجنرال كونتراكتور، البلاننج بتاع الجنرال كونتراكتور. الجنرال كونتراكتور ديبندز اون ماني فاكتورز، موست امبورتنتلي التايمينج. فالتايمينج يعني انا امتى بدا الانترست ان ذس project. When did the contractor learn of the project and the initial interest in it? The decision to bid or not to bid or negotiate. يعني أحيانا بيكون bidding، أحيانا بيكون negotiating. الأونر بيتصل فيك بيقول لك يا والله يا حق أحمد أنا عايز، أنت تعاملت معك سابقا وأنا عايز لك، عايزك تبني لي العمارة دي. ده he's tapping in you بيقول فأنت عايز تعرف لسه وما وقعتش عقد، أو في bid وأنت you're thinking of should I bid or not to bid. After bidding and before signing the contract you bid ولسه مش عارف حيرسى عليا ولا حيرسى على غيري، برضو دي فترة ذهبية ليك أنك تعمل شوية investigation. بعدين في فترة ذهبية أخرى after signing the contract، لكن قبل ما يدي لك الاونر الاذن بانك تبدا. يعني كثير من المشاريع ال NTP هي نوتس تو بروسيد، ولو العقد بيقول لك مده التنفيذ 200 يوم لا تبدا من توقيع العقد، لا تبدا من ال NTP، لانه لما توقع العقد بيقول لك لا it cannot mobilize لانه لسه مش جاهز. طيب الفتره دي فتره ذهبيه ما بتتحسبش عليك في الوقت، لكن انت ممكن تعمل كل الانفستيجيشن والبلانينج كذا الى اخره. طيب المشكله هنا يا اخواننا، خليني انتقل للرسم اللي حطيتها هنا. الكونتراكتور نيدز تو بلان فور سمثينج جود اور باد. جود يعني توقيع العقد، توقيع العقد ده حاجه جود. باد في اعصار جاي عندنا يعني يمكن يجي that may or may not happen. فأنا الإعداد نفسه بيكلفني فلوس، فأقول لنفسي يا ربي أتكلف مثلا $5,000 في الإعداد وبعدين الإيفنت ده ما يحصلش. طب أنا لازم أعمل مقارنة، طيب لو حصل وأنا مش معد يبقى الخسارة كام؟ في benefit cost ratio أحيانا تبرر وأحيانا لا تبرر الإعداد. the planning consumes time and money. So what happens if the expected event does not happen? شوفوا الـ هنا التام عمال يمر. طيب في البيد في البداية البيد announcement سمعت انه في اعلن عن بيد. طيب بعدين في بيد period خلال فترة دي انا عمال افكر يا ترى to bid or not to bid. بعدين في قررت انه to bid the project. بعدين في notice of award قالوا اللي يعني البيد will be awarded to XYZ company. بعدين بعدها بيومين توقيع العقد. هو ليه مش على طول؟ لانه احيانا بيكتشفوا انه العقد المقاول اللي نجح هو not qualified. بعدين ال NTP، بعدين project execution. فالوقت عمال يمر، فانت مش انت عايز تستفيد من الوقت. طيب أنا الحقيقة عايز لي شوية فحتأخر شوية. نعم. طيب. examples of planning. دول أمور ممكن يعملها ال contractor وهي مهمة جدا. visit the site. ده مهم. ده ممكن أعمل محاضرة كاملة على visiting the site. من legal perspective. إيه اللي يعني لو حاجة واضحة في السايت ومش مذكورة في ال في ال في ال site drawing اللي أدها لك ال owner. أنت لا يمكن بعدين تعمل change order تقول لك تعال يا owner ده كان في مبنى قديم أنت ما ذكرته، حيقول لك القاضي لا أنت كنت مكلف أنك تزور وتشوف. لكن لو حاجة كانت تحت الأرض مترين تحت الأرض طبعا دي grounds for change order. طيب وبرضه تعمل plan for site including storage، هحط storage واللوجيستكس ومدخل التركات حيكونوا في إلى آخره. assemble the project management team، do constructability value engineering study، utilize BIM. سامع يا باشمهندس عمر سليم، utilize BIM، أنت يعني ملك البيم ما شاء الله. look into the resources، أنا بحاجة لكذا equipment labor إلى آخره material كلها. focus on rare special and long lead items، searching for potential subcontractors and vendors،
prepared for cash flow diagram of prepare the cash flow diagram project administration administration غير management structure and needs بتشمل الاي تي والكذا والى اخره communication means and protocol كل ده اعداد للكونتراكتور كل ده اعداد planning. طيب ننتقل بسرعه كده للسكيدجولينج سكيدجولينج ايه هو a determination of timing and sequence of operations in the project and their assembly to give the overall completion time. انتوا لاحظتوا انه انا حطيت timing and sequence. timing يعني ايه؟ يعني بديك زمن ال start وزمن ال finish للعملية وللكل ال project. ال sequence التتابع. طيب مثلا install windows في الدور الثالث هتبقى بعد ايه؟ طيب بعد windows openings are framed في الدور الثالث وبعد ما الويندوز delivered يبقى دول ال prerequisites بتاعها او ال predecessors. وده التعريف سكيدجول. البلان فيها معلومات عامه عن كل شيء عن الكوست عن الكذا طريقه الاكسكيوشن وفيها التحديد الزمني ان ابستراكت تيرمز يعني هيبدا في 1 اكتوبر السنه دي وهينتهي في 1 في اول يناير مثلا بعد السنه 2023 مثلا. فالسكيدجولينج انك تاخد الفتره الزمنيه دي وبريك ات داون ل 2000 اكتيفيتي وتفصل مع كل المعلومات التفصيليه. ده سمري سكيدجول اتعمل بدري قبل الكونتراكتور تو جيت هايرد. لاحظ انه في فيزيبيليتي ستاديز بعدين في جو اهيد ديسيجن بعدين السكيماتيك ديزاين كذا كذا كذا. و الحته دي الطويله ده الكونستراكشن ده اللي هياخده الجنرال كونتراكتور ويقسمه لعدد كبير من الفعاليات او الاكتيفيتيز او تاسكس ويكون الديتيل سكيدجول. طيب الفورمز اوف سكيدجولز ده اللي نعرفه البار تشارتس واللي بيقول لك في فرق بين البار تشارت والجان تشارت يبقى غلطان انا برايي. البار تشارتس والجان تشارتس هي شيء واحد لكن فيها انواع كثيره. وده النتوركس سي بي ام نتوركس كريتيكال باث وده اللينير سكيدجولينج بيستخدم بس غالبا للهوريزونتال بروجكتس وده برضو مثال من تيلوس للهوريزونتال بروجكتس وانا ما حدش يسالني فيه لانه نفسي مش فاهمه. ده يعني لو سمعته في برنامج كمبيوتر اسمه تيلوس عندي نسخه منه لكن وتعلمت عليه شويه بس لل يعني طريقه مختلفه تماما عن الكريتيكال باث ميثود. سكيدجول عنده سكيدجولر سوري عنده ثلاث اشياء اساسيه في المعرفه معرفه مبادئ السكيدجولينج ومعرفه التكنيكال فيلد في سواء كان بيلدينج ولا مصفات بترول ولا الطرق ولا انفراستراكشر ولا كذا الى اخره عن العمليات والتتابع بتاعها والكمبيوتر سوفت وير. Knowledge acquired by education and experience. أتمنى في محاضرة قادمة نتكلم عن النقطة دي إيه العلاقة education والexperience لأنهم مش شيء واحد إنما شيء متداخل مع بعضه. تمام. The scheduler is not just a software operator. أنا كانوا يقولوا لي أنت البريمافيرا جاي. لا يا حبيبي أنا يعني أكتر بكتير من البريمافيرا. البريمافيرا ده tool. أنا فاهم الأساسيات يعني ممكن واحد نعلمه السوفت وير لكن مش فاهم إيه الفرق بين التوتال فلوت والفري فلوت وإيه هو الفورورد باس والباكورد باس إلى آخره. لا أنا عايز السكيدجول اللي يفهم في الأساسيات والسكيدجولينج سيستم يعتمد على ثلاث أمور أساسية الهيومن فاكتور اللي هو فاهم السكيدجولينج التكنولوجي والتوب مانجمنت سبورت. السكيدجول طبعا ممكن يدينا أشياء كثيرة غير التايم لاين برضو يساعدنا في أمور كتيرة كلها دي البروكيورمنت الكاش فلو المونثلي بايمنت ما نقدرش ندي المونثلي بايمنت اللي هي من الأونر للكونتراكتور إلا مع وجود سكيدجول اللي بيقيس كمية الإنتاج إلى آخره. طيب وعندنا آخر تو سلايدز اثنين أو ثلاثة البروجيكت كنترولز. بروجيكت كنترول هي مراقبة المشاريع ويعني فيها أربع خطوات أساسية مونيتورينج ورك بروجرس
بنشوف الورك compare the baseline budget and baseline schedule يعني compare the as built to the as planned detecting variances احنا يعني كان مفروض نكون كده وهنا كان مفروض نصرف كذا وصرفنا كذا و taking corrective action whenever and wherever necessary طبعا ده اللي بنسميه project controls وهو من مهام الكونتراكتور الاونر بيعمل الثلاث حاجات الاولى لكن ما يقدرش يعني to do the corrective action بنفسه فيكتفي monitoring لاحظ انه الاونر ما بنقولش project controls بنقول project monitoring المراقبه طيب ال main objective project controls طبعا to compare the as built to the as planned فلاحظ ال x axis time وال y axis اللي هي البادجت فبنقرر انه المشروع بتاعنا فين بالضبط اذا كان في المربع الاول الكوادرات الاولانيه يبقى on budget او اللي under budget واللي يقول on schedule ولا ahead of schedule يبقى حاجة رائعة جدا لو كان يعني تشوفوا أسوأ حاجة المربع الثالث الكوادرنت رقم ثلاثة يكون over budget و behind schedule طبعا بلخص العملية دي بالصورة دي وتقريبا انتهيت لما يكون في الديزاين من مسؤولية الديزاينر انه يعمل preliminary a cost estimate و summary schedule يعني لأنه طبعا الأونر عنده بجت محددة فلما يقول الأونر للديزاينر أنا عايز العمارة دي والبجت بتاعتي 10 مليون دولار فالديزاينر مكلف قانونيا وبروفيشنالي مهنيا بأنه يصمم المشروع في الحدود اللي حطها الأونر مع اختلافات بسيطة يعني لا تتعدى 10% بعدين بقى إيه بيروح المشروع للبيدنج أو النيجوشيشن فالبيدر ولا النيجوشيتر اللي هو الكونتراكتور بيعمل ديتيلد استيميت اند ديتيلد سكيدجول بعدين ممكن يصير في نيجوشيشن مع تغييرات بسيطة مع الأونر فيتوقع العقد لما يتوقع العقد يكون عندك البيس لاين بادجت والبيس لاين سكيدجول ده اللي حنقيس البرفورمانس مقارنة به وبعدين يبدأ الكونستراكشن الاكسكيوشن بيصير عندنا كوست كنترول وسكيدجول كنترول اللي بمجموعهم بنسميه بروجكت كنترولز اللي هو مقارنة الصرف الاكشوال كوست تو ذا بيس لاين بادجت الاكشوال سكيدجول تو ذا بيس لاين البيسلاين سكيدجول في انواع كثيره من السيرتيفيكيشن يعني في عندنا في امريكا تو سيرتيفيكيشنز للسكيدجولر واحد من البي ام اي واحد من الاي اي سي اي انترناشونال وكلهم كويسين لكن السيرتيفيكيشن لا يضمن انك انت اكسلنت سكيدجولر ولا بلانر لا 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 يضمن انه you know the basics يضمن انه you meet the minimum level يعني زي لو ما تعمل لي اختبار لغة انجليزية انا نجحت فيه مش معناته انه انا بلبل ولا perfect باللغة الانجليزية لا انه عندي معرفة اساسية بيدي ثقة للامبلوير انه فعلا الراجل ده او الست دي عندهم معرفة بالscheduling انا شخصيا لما if I want to hire a young member certification مهم ليا لكن when I hire a senior member عنده 25 سنة خبرة في scheduling السيرتيفيكيشن ده ملوش قيمة بالنسبة لي لأنه البرفورمانس بتاعه أنه والله قاعد 10 سنين مع بيكتل ولا مع فلور ولا مع كذا ولا مع شركة المقاولين العرب إلى آخره فبقاءه 10 سنين معاهم في البوزيشن ده بالنسبة لي يعني أكثر مما يعني certification final words planning, scheduling and project controls are pieces of the project management puzzle في الconstruction طبعا they all integrate for this reason professionals who are part of the project management team لازم أقول team هنا should have minimum knowledge about other specialties particularly in the link with their area يعني إيه يعني أنا تخصصي cost estimating مثلا لازم أعرف شوية عن الaccounting أعرف شوية عن procurement أعرف شوية عن scheduling لأنه شغل الشغلانة بتاعتي مرتبطة فيها فأنا أتمنى من الجميع أنه يحرص على أنه التعلم من التخصصات الأخرى don't go deep معلش بس go shallow
inch deep, mile long. بس تعرف عنها لأنك حتما you will link to it, في لينكج بينك وبينها, فأنت لازم تعرف اللينكج دي بتشتغل إزاي. وأنا كده أنهيت المحاضرة, فأنا جاهز لأسئلة على الله ما تكونش محرجة. لا شكرا يا دكتور. انا بس حابب انوه للمهندسين او الساده الحضور ان لمتابعه المحاضرات او اخبارها او اللينكات الجديده او الماتيريال حتى والحصول على الماده العلميه، الكلام ده هيبقى متاح على جروب الواتساب وجروب التليجرام اللي احنا حطيناه في الكومنتس. احنا بنبعت ايميلز بس موست اوف ذيم بيروح على الجنك، فسامحونا. الواتساب دايما والتليجرام هم اسرع وسيله لوصول المعلومه، وما تقلقوش الجروبس سايلنت، ما بيبقاش فيها شات وما فيش ناس بتسأل على حاجات خارج التوبيك، هو مقفول، هو جاست للانونسمنت. ولا في صباح الخير وجمعة مباركة. وايوه جمعه مباركه دي. لا لا خالص. فهي انا هحط اللينك تاني عشان لو حد حابب انه يجوين الجروبس يقدر يتواصل معانا، هي والتليجرام. لحظه واحده ونبدأ ناخد الأسئلة. لو حد حابب إنه يسأل دكتور صالح ممكن يريز هاند وناخد السؤال معاه إن شاء الله. أنا هحط بس لينك الجروبس. تمام، خلينا نشوف مين ريزد هاند. دكتور أشرف سالم من كندا بجوار حضرتك، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. أنا حابب أرحب بالدكتور وحابب أذكر بس للحضور الكريم حاجة. دكتور صالح من الـ very well known في نورث أمريكا in general. أنا واحد من الناس اللي بستخدم كتابه كأحد المراجع الأساسية في كورس الـ Planning and Scheduling, Construction Planning and Scheduling اللي بدرسه. الكتاب ممتع ورائع, وأنا بنصح الجميع باقتناء الكتاب. لغة الكتاب لا تختلف كثيرا عن اللغة الجميلة اللي اتكلم بها الدكتور صالح, لغة السهل المجتمع الممتنع. بس دي مشاركة ترحيبية بالدكتور, وسعادتي بإني موجود النهاردة معك. الله يبارك فيك ويسعدك يا دكتور أشرف, وإن شاء الله نجتمع كده. يعني أنا كنت أزور كندا باستمرار, وبحب من المعجبين برئيس وزراء بتاعكم جاستن ترودو. لا هو الراجل عامل شغل كويس فعلا, ربنا يكملها بالستر معه. ان شاء الله نشوفك قريب في ادمنتون. ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. في انتظار تليفون من حضرتك, انا عارف يمكن المعادله. لا اكيد انا مستني بس لما انت تخلص ويبقى وقتك يسمح ان شاء الله نتكلم باذن الله. كلمني في اي وقت يا دكتور, كلمني في اي وقت. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا. السؤال اللي بعده مهندسه علا خنفر, اتفضلي. السلام عليكم, يعطيك العافية. أنا في عندي بس سؤال للدكتور بالنسبة للإستيميشن. إذا في عن في بالنسبة للإستيميشن سواء كان بلانينج أو بالأحرى بلانينج بالأحرى, إذا في كان أي ريفرنسز بالنسبة للإستيميشن ممكن نعتمد عليها كديوريشن بالنسبة طبعا للأكتيفيتيز فور كونستراكشن باي إكزامبل, لانه احنا احيانا طبعا بتعرف معظم الاكتيفيتي فور كونستراكشن لما بنعملها استيميشن بتكون بناء على خبرات سابقه. نعم نعم. فما بعرف اذا في اي في ريفرنس ممكن احنا نلجأ له. نعم والله لقد سالتي عن عظيم. هحكي لك على السريع جدا, بعرف وقتنا محدود. اول ما رحت قطر, انا رحت اشتغلت في قطر فتره بسيطه في 2008, وكان مشروع ضخم جدا اسمه مشروع لوسيل. يعني البادجت تبعه كانت اظن 37 مليار دولار, بليون دولارز. فكان في كميه اكسكافيشن هائله جدا جدا, وكانت امتى؟ بالصيف لما الحراره يعني فظيعه جدا. فسالت كان عندي المساعد بتاعي المهندس اسامه, ف عفوا لحظة, سألته قلت له أسامة مين اللي كان في عندنا السكيدجول, مين اللي عمل سكيدجول؟ بيقول لي مش عارف الشركة الفلانية كونسلتنت كذا. طيب مين الشخص؟ بيقول لي والله حاشوف شاف. فقلت له أنا عايز اجتماع معه. فاجتمعت معه, لقيته كده يونج يوروبيان, شاب كده يمكن يدوب 30 سنة جاي من أوروبا ويدوبك جاي قطر. قلت له أنت اللي عملت سكيدجول ده؟ اللي قلت له طيب حسبت الديوريشنز ازاي؟
قال لي بناء على البرودكتيفيتي، انت جبت البرودكتيفيتيز منين؟ فبيقول لي يعني هو ارتبك شويه، بعدين بيقول لي من ريفرنسز. الريفرنس ده طلع الريفرنس ده من عنده، من بلده مش عارف من اوروبا. بقول له يا ابني ده هل تتوقع البرودكتيفيتيز اللي في 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 جو بارد كده، يعني الواحد نشيط العمل هتشتغل هنا والحراره حوالي 45 الى 47 درجه مئويه والنار الشمس زي النار فوق راسك؟ سكت. قلت له لا طبعا، لو حصلت على 50% من البرودكتيفيتيز يبقى انت لاكي، يو ار فيري لاكي. يبقى ايه ال كل الديوريشنز غلط. لذلك يعني ممكن يكون عندك ريفرنسز، لكن لن تغني الريفرنسز شيئا الا اذا عملتي ادجستمنتس بيست اون ذا سيركمستانسز اللي عندك هناك. يعني انا عندي هنا في تامبا فلوريدا الشغل في جولاي غير الشغل في جانيو. دلوقتي أنا الشغل عندنا رائع جدا لأنه الطقس بارد حلو، الحرارة حوالي 12-15 درجة مئوية وما فيش مطر. تجي جولاي الحرارة شديدة ومطر كل يوم وثاندر ستورمز ومش عارف إيه. فأنا لازم يعني أكون سمارت إناف تو أدجست. في مراجع هنا أنا يعني أنا الكتاب بتاعي بالكوست استيميتنج بستخدم ار اس مينز عنده لكن البرودكتيفيتي لا يمكن اخذها فور جرانتد. اي هاف تو لوك ات ذا سيركمستانسز واعدل عليها. هل المشروع معقد؟ هل الليفل اوف سكيلز للعمال بتوعي الى اخره؟ كلمه اخرى يعني انا طولت شويه الحقيقه، كلمه ثانيه الحقيقه مهمه جدا، سمبليفاي. ذا مور يو بريك داون اند الاكتيفيتيز المعقده الى components the more accurate you will be. يعني لا ما بحبش يقول لي واحد suspended concrete slab، اقول له لا 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 حبيبي لا، الفورمورك واحد، الريبار اثنين، placing the concrete ثلاثة، الريشورينج أربعة، يعني إلى آخره. فبحب أجزأ يعني to simplify it لأنه في الschedule I like to use the finish to start relationship بس قدر الإمكان، ما بحبش التعقيد إلى آخره. يا ريت أكون يعني وفيت السؤال حقه. شكرا دكتور. معنا ناخد آخر سؤال تاني. أنا برضو حابب أنوه الباشمهندسين إن المحاضرات دي مسجلة، هتبقى موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ونقدر نبعتها لكم على جروب الواتس والتليجرام اللي حابب يتابعها. مهندس عمر سليم عنده سؤال وله الأولوية واسطة، يعني نعتذر. مهندس عمر رافع ايده وحاطط ميوت، شيل الميوت يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك معك المهندس احمد ابو العنين، بس انا كنت سالت سعاد مهندس عمر على ميعاد المحاضره امتى، فتقريبا اعطاني اللينك فدخلت اسمع. يعني هو موجود يعني طيب. فاسمي مش ظاهر، لكن حظي حلو بقى ان انا يعني لينا الشرف ان احنا نتواصل مع سعادتكم يعني. الله يبارك فيك. حقيقه دكتور صالح، الدعايه اللي سبقت حضرتك كانت اقل مما انت عليه بصراحه على الوضع اللي انت فيه يعني صراحه. الله يحفظك يعني يجعلنا عند حفظ الصانع. الله يبارك. مهندس احمد ابو العنين، السيمفونيه الرائعه اللي استعرضت بيها الرحله البسيطه للمانجمنت. حضرتك الحمد لله رب العالمين، احنا معانا ماجستير في اداره مشروعات الهندسه القياميه وسيرتيفايد بي ام بي الحمد لله رب العالمين، وبدرس دبلومة بيم دلوقتي حاليا. حضرتك شرح رائع وعمل ريفرش للمعلومات وتحديث لها بطريقة رائعة. أنا بس برحب بحضرتك جدا، وفعلا شاكر البيم أرابيا والأخوة الأفاضل المقيمين على إتاحة الفرصة لنا لانتهال هذا العلم الطيب من سعادتكم يعني. ربنا يبارك فيك ويجعلك من الصالحين اسما على مسمى ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك. استنى طيب يا فندم، استودعكم الله. اتفضل. طيب احنا في لينك للشهاده بحضور المحاضره دي، انا هحطه واستاذن الساده الحضور لو حابين انهم ياخدوا الشهاده ويعملوا ايفالويشن سريع. زي ما قلت احنا مش حابين نطول على المهندسين، خلينا ناخد كل مره جرعه، لكن خلينا نسال على ما احط لينك الشهادات. دكتور صالح، المحاضرة الجاية هتكون بعنوان ايه؟ لو حضرتك تدينا نبذة عنها يبقى كتر خيرك.
نظام الانتخابات في أمريكا. والله لا، ممكن تكون، أنت عارف سؤال المهندسة علا أثار شوية قضية تحديد الديوريشنز الفاكتورز، وهي دي موضوع بيرتبط في الكوست استيميشن مع السكيدجولينج. في لينك حلو جدا هنا انه مين اللي بيحدد البرودكتيفيتيز. البرودكتيفيتيز مهمه جدا 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 لانها بتحدد السعر وبتحدد برضو الديوريشن. فنحن ممكن نتكلم شويه عن activities calculation, activities duration calculation مثلا. برضو عندي موضوع الكاش فلو دايجرامز اعداده تحضيره. في عندي يعني في عده موضوعات الحقيقه ممكن نتكلم فيها. ال percent complete برضو percent complete is not percent complete. يعني في ناس حاجه بتتوه انه في عندي بريمافيرا بيقول لك في حوالي 12% complete. طب ايه الفرق بينات؟ انا ممكن يعني اجيب مثال ايه يعني percent complete او انواعها الى اخره. فكل ده وارد ان شاء الله. خلاص كويس. احنا عموما خليني يعني اقول للمهندسين احنا عندنا لستة كبيره من التوبكس، خليني يعني استعرضها معاهم سريعا. هنتكلم على السكادول ريسك مانجمنت واللينير سكادولينج ميثود، اوبتيمم سكادولينج هاو داز ات ورك، وتوبكس ثانيه في الكوست استيميشن او البروجكت مانجمنت. خلينا نختار المره الجايه توبكس ونعلن عنها. استاذن بس من المهندسين يتابعونا على جروبات الواتساب وفي نفس الوقت يسجلوا في اللينك عشان الايفالويشن وشهادات الحضور. نتوقف عند النقطه دي. انا عارف ان في ناس كتير حابه تسال، ارجو انكم تسامحونا، لكن ان شاء الله كل اسبوع يبقى فيه جرعه قليله يمكن مش كافيه ندخل عليها. هل الواتساب جروبس متكامله؟ طيب انا احط لينك تاني للجروب، يعني ده خامس جروب نحطه. استاذنكم لحظه واحده برضو عشان لو حد حابب يتابع معانا. وانا حطيت جروب التليجرام ان كيس حابين تدخلوا عليه. انا عارف يمكن مش منتشر قوي التليجرام في الميدل ايست، لكن انا هحط جروب واتساب كمان اهو، والتليجرام طبعا مفتوح حتى النهايه. في النهايه دكتور انا حابب اشكر حضرتك واشكر الساده الحضور، واتمنى ان شاء الله المحاضره دي ما تكونش الاخيره، تكون جزء من سلسله كبيره نتمناها ان شاء الله نسعد بيها ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. شكرا. طيب لك. في الختام نشكر الجميع ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. شكرا دكتور، والى لقاء يوم الاربعاء اللي جاي. انتظرونا والريجستر على نفس الزوم لينك، وتقدروا تتابعوا الماده العلميه وبقيه الاخبار ان شاء الله على جروبات الواتساب والتليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله.